أمهات وتلاميذ السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم، سوف نستغل هذه العطلة جيدا في المراجعة وتثبيت المعلومات، وحتى نستعد للفصل الثاني بشكل جيد، قد جمعت لكم دروس التربية العلمية التي ستكون في الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية. لدينا 5 دروس فقط، لدينا 5 دروس سوف أشرحها لكم بشكل مبسط حتى يستعد أطفالكم للفصل الثاني بشكل جيد إن شاء الله. إذن لدينا، تابعوا معي، الدرس الأول سيكون بعنوان الحاجات الغذائية للنبات الأخضر، يعني ماذا يحتاج النبات الأخضر لكي يعيش، يعني حاجاته الغذائية. يمتص النبات الأخضر الماء من الوسط الذي يعيش فيه ويتوزع عبر كامل أجزائه. إذن حاجة الغذائية للنبات الأخضر هو يحتاج الماء، يمتصه من الوسط الذي يعيش فيه ويتوزع عبر كامل أجزائه من الساق إلى الأوراق. هذا هو الدرس الثاني، الدرس الأول. الدرس الثاني سيكون بعنوان الحيوانات تتغذى، سنتعرف على نمط غذاء الحيوانات. لدينا، يتبع كل حيوان سلوك خاص للحصول على غذائه، فآكلات الأعشاب تعتشب، هناك حيوانات عشبة، وآكلات اللحوم تفترس. يجب أن يتعلم الطفل هاتين الكلمتين، تعتشب وتفترس. إذن تعتشب مثل الغزال، الحصان، الكبش، هذه حيوانات عاشبة، الأرنب، هذه حيوانات عاشبة تتناول الأعشاب. وهناك حيوانات لاحمة نقول عنها مفترسة، تفترس، كالأسد والنمر مثلا. هنا أعطيه الكثير من الأمثلة وهو يضع لك حيوانات عاشبة تعتشب وحيوانات مفترسة تفترس. إذن هذا هو الدرس الثاني. الدرس الثالث عنوانه التكاثر عند الحيوانات. هذا درس مدمج، دون أن تغوص فيه كثيرا يحفظ هذه القاعدة. يتواجد ذكر الحيوان مع الأنثى، هنا يفرق بين الذكر والأنثى، مثلا تقول له الذكر مثل الأسد، أنثى الأسد مثلا مثل اللبؤة، وهناك أمثلة على حيوانات أخرى، قط قطة، كلب كلبة، للتكاثر. ويقوم كل حيوان بسلوكات خاصة في فترة التكاثر، دون أن تغوص كثيرا يحفظ هذه القاعدة. الدرس الرابع بعنوان الزمن الذي يمر. الزمن الذي يمر يمكن تقديره بمدة زمنية معينة بالاستعانة بأدوات خاصة بذلك، مثل الساعة هي التي تحدد الزمن، الرزنامة يعني الأجندة تحدد الزمن. وهنا حاولي أن تعلميه الساعة ويتعلم الأشهر الميلادية والأشهر الهجرية، نجدها في الرزنامة. هذا بالنسبة للدرس الرابع. الدرس الأخير الذي سيكون في الفصل الثاني سيكون بعنوان تعاقب وتزامن الأحداث. في حياتي أحداث متعاقبة تحدث في أزمنة متتابعة، وأخرى متزامنة تحدث في نفس الوقت. إذن ركزي في الفرق بين أحداث متعاقبة وأحداث متزامنة. ما هو الفرق بينهما؟ متعاقبة يعني متتابعة، مثل ما نقول 1 2 3، هذه نسميها أحداث متعاقبة، تحدث الأولى تحدث الثانية تحدث الثالثة، مثل الفصول الأربعة، يجي الشتاء يجي الربيع يجي الخريف يجي الصيف، هذه أحداث نسميها أحداث متعاقبة. وهناك أحداث متزامنة، هذه تحدث في نفس الوقت، المتزامنة في نفس الوقت، في نفس الوقت تحسب 1+1، في نفس الوقت ترفع العلم وتنشد النشيد الوطني، يعني تحدث في نفس الوقت. هذا هو الفرق، متعاقبة تحدث في أزمنة متتابعة، ومتزامنة معناتها متزامنة في نفس
الوقت. إذن هذه هي دروس التربية العلمية بالنسبة للسنة الثانية في الفصل الثاني. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. في أمان الله ورعايته.